بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل التسليم. أؤكد أولاً نترحم على شهدائنا الأبرار، ونسأل الله الشفاء للجرحى والعودة للمفقودين. بهذه المناسبة نثني على أبطالنا الشجعان في عملية بركان الغضب على انتصاراتهم المؤزرة على شراذم الجنجويد والفاجنر وزبانيتهم. أحيي بإكبار وإجلال لكل الجهود التي تبذل من أجل استتباب الأمن ومكافحة الجريمة أينما وجدت. وفي هذا الصدد، وبناء على تعليمات معالي وزير الداخلية السيد فتحي بشاغة بإرساء دعائم الأمن في كل أنحاء أو في كل أرجاء البلاد كي ينعم المواطن بالحرية والاستقرار والحياة الكريمة في ظل استقرار واضح وأمن ملموس. وبناء على تعليماته أو تعليمات معالي وزير الداخلية المفوض السيد فتحي بشاغة بالتشديد على كل مكونات الوزارة بتفعيل كل هذه المكونات والمجاهرة بالأمن الظاهر، وتفعيل مديريات الأمن وأقسام البحث الجنائي والنجدة والمرور ومراكز الشرطة كي يقوموا بدورهم المناط بهم، وهو حماية المواطن وحماية حقوقه كي يشعر بالأمن والأمان في كافة ربوع البلاد. لهذا فإننا اليوم نعرض عليكم بعض مناشط مكونات هذه الوزارة المتمثلة في قضية لها ذيع خاص ولها رأي عام سواء كان في الداخل أو في الخارج، وهي قضية الهجرة الغير الشرعية التي حصلت بالقرابولي بتاريخ 30/5/2020، وجهود إدارة العمليات الأمنية في ضبط هذه المجموعة وضبط من نسقوا في إجراءات تهريبهم عبر البحر إلى إيطاليا. وحتى لا أطيل عليكم، أدعو الآن نقيب محمد الذرات مدير إدارة المهام الخاصة بإدارة العمليات المذكورة إدارة العمليات الأمنية ليتكلم عن القضية المذكورة لما لها من أهمية بالغة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. طبعاً ضمن اختصاصات إدارة المهام الخاصة التابعة لإدارة العمليات الأمنية تأمين الطريق الساحلي بالتعاون مع غرفة التأمين الساحلي قصر خيار بالقرابولي. طبعاً قمنا في السابق عدة مرات بمداهمات داخل منطقة القرابولي لأماكن تواجد الهجرة غير شرعية قصد ضبطهم، ومن السابق ضبطنا قارب للمهجرين. طبعاً القضية ضبط الموقع الموجود فيه هجرة غير شرعية بمنطقة القرابولي بالتحديد، طبعاً بعد التحري ورد المعلومات من قسم التحري بإدارة المهام الخاصة بوجود مكان في منطقة القرابولي بالضبط في منطقة العواد بداخله أفراد من جنسيات مختلفة يعني من القصد أنهم تهريبهم عبر البحر إلى إيطاليا. طبعاً بالضبط في ساعات الصباح الباكر من يوم السبت الموافق لـ 30/5/2020 تم مداهمة المكان رفقة قوة حماية وتأمين الطريق الساحلي، حيث تم الضبط 102 مهجر غير شرعي موجودين داخل جراج مساحته تقريباً 300 متر مربع في منطقة خالية. وتم ضبط أيضاً الأشخاص المسؤولين عن ذلك والجنسيات اللي تم ضبطها كالتالي، طبعاً من جنسيات مختلفة: 17 شخص من جنسية سوداني، و39 مالي، و18 من الساحل العاج، و2 من نيجيريا، وواحد من شخص واحد من غانا، وشخص من مصر، و6 أشخاص من بنغلاديش، وشخص من نيجيريا طبعاً، وأشخاص وهذه هم الذكور. بالنسبة للإناث 9 من مالي و3 من نيجيريا، وأيضاً أطفال 2 ذكور من مالي و3 إناث من نيجيريا. طبعاً تم ضبط الأشخاص المطلوبين اللي يقوموا بالتهريب: 3 أشخاص ليبيين،
وتم ضبطهم وإحالتهم إلى جهاز الهجرة غير الشرعية فرع الخمس لاتخاذ الإجراءات القانونية. وأيضاً تم ضبط قارب هو زديك صغير مجهز لنقلهم داخل مكان وإحال جميع المضبوطات والوحدة النيابة العامة. في إطار تعليمات سيدي معالي وزير الداخلية المفوض السيد فتحي بشاغة على ضرورة تأمين البلاد وتشديد الإجراءات الأمنية في مختلف ربوع ليبيا وتفعيل مديريات الأمن وأقسام البحث الجنائي، هناك نشاطات ينبغي أن تذكر فتشكر لقضايا مجهولة قامت بها مديرية أمن الخمس في إطار التنسيق بينها وبين كافة المكونات وزارة الداخلية. أدعو العقيد حسين البكوري مدير أمن الخمس فليتكلم عن هذا الموضوع بإسهاب. تفضل. بسم الله، نشكر وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية والإدارة العامة للعمليات الأمنية على استضافتنا في هذا المؤتمر الصحفي، حيث أننا سنسلط الضوء على قضية خطف وقتل زميلنا محمود حسين بن إسماعيل، حيث كانت الواقعة من اختصاص مركز شرطة سور الخميس. ونقدم لكم مقدم وليد عقيل رئيس المركز المختص ليعطيكم تفاصيل أكثر عن هذه الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ورد إلينا بلاغ بتاريخ 31/5 عند الساعة 1:10 حضر شقيق المفقود وأبلغ عن فقدان شقيقه، وتقدم البلاغ عن فقدان شقيقه محمود حسين إسماعيل ابن خيرية محمد مواليد 1963 مانتا، نائب ضابط تبع مديرية أمن الخمس من سكان منطقة سوق الخميس، حيث أنه شوهد آخر مرة متواجد بمحطة الركوب العامة على متن سيارته نوع هونداي جراند لازيرا لونه أسود، حيث تم تكليف أعضاء الشرطة بالمركز بالبحث والتحري عن المفقود سالف الذكر وجمع المعلومات عليه. وبنفس التاريخ حيث تم تتبع الكاميرات الموجودة بإحدى المحلات، حيث شوهدت سيارة المفقود سالف الذكر متوجهة ناحية الباهية على الطريق الرابط بين سوق الخميس ومنطقة قوقاس، حيث تم تكليف أعضاء مركز الشرطة بالمركز والدوريات التابعة لمديرية الأمن بتكثيف البحث والتحري عن المفقود بالمنطقة البادية، ومن خلال جمع المعلومات من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تبين لنا أن المجني عليه تم استئجاره من قبل شخص، ومن خلال البحث والتحري عن الشخص الذي قام باستئجاره تبين أنه مواطن ليبي قام باستئجاره من محطة الركوب العامة وقام بنقله على طريق البادية الرابطة بين منطقة سوق الخميس ومنطقة قوقاس، حيث قام مسبقا بالتنسيق مع 3 أشخاص آخرين وذلك لخطف وسرقة سيارته، علما بأن المذكورين قاموا بنقله إلى مدينة القربولي وتم تصفيته في مدينة القربولي، وتم فرعه من خلال البحث والتحري وجمع معلومات اعترف المطلوب الأول الذي تم استئجار المدعو المجني عليه محمود إسماعيل اعترف بالواقعة وتم ضبطه وضبط الشخص الثاني، وبالتنسيق مع مديرية الأمن مديرية أمن الخمس ومديرية أمن القربولي بشأن تكليف دوريات المركز والمديرية لأجل الانتقال إلى منطقة القربولي وذلك للبحث على جثمان المخطوف وجلبه، وبالفعل تم الانتقال برفقة دوريات المركز ودوريات مديرية أمن الخمس وبالتعاون مع قوة المهام الخاصة الوسطى، حيث تم البدء بالبحث عن جثمان المخطوف
ومسح المنطقة وأثناء البحث عن الكتمان حصلت رماية على أعضاء الشرطة المكلفين بالبحث والتحري، وأصيب عدد اثنان من أعضاء شرطة مديرية أمن الخمس، وتم إسعافهم بإحدى المصحات المتواجدة بمنطقة كربولي. تم فتح محضر بخصوص واقعة الاعتداء على أعضاء الشرطة بمركز شرطة الرواجع التابع لمديرية أمن كربولي، وبتاريخ 3/6 تم التنسيق بين مديرية أمن الخمس ومدير إدارة العمليات الأمنية طرابلس، وذلك لأجل الانتقال إلى مقر الكتيبة 77 مشاة الغربية من منطقة طرابلس، حيث تم التعرف على الشخصين الآخرين، حيث تبين مسبقا أنهم يتبعون الكتيبة 77 مشاة من منطقة الغربية. وفعلا تم التنسيق مع قوة العمليات الأمنية، وتم التنسيق مع قوة كتيبة 77 مشاة، وتم ضبط الشخصين اللذان قاما بالسرقة مع الشخصين المضبوطين الأولين، وقام باستلامهم وتسليمهم لدينا، وتم تسليم السيارة النوع زيرا جراند، وتم ضبط السلاح المستعمل أداة الجريمة المستعمل في الجريمة نوع كلاشينكوف، وتم الانتقال على الفور إلى منطقة كربولي، وتم من خلال المعاينة مع المضبوطين تم التعرف على مكان مسرح الجريمة حيث مكان وجود الجثمان، وتم فعلا انتشال الجثمان من منطقة كربولي وادي أولاد بنور، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى قروي سوق الخميس، وتم ضبط الأشخاص والتحقيق معهم وحالتهم إلى النيابة العامة، وتم تحريز المركبة الآلية والسلاح نوع كلاشينكوف المستعمل كأداة للجريمة. وكان في أي سؤال استفسار رئيس تحقيق رائد السفيان الأرقع؟ طلعنا عليه. أي سؤال أي استفسار أو الأفندي سفياني؟ بعد إذنك. حبينا نرجع لقضية من 22/4/2020 اللي هو حيث جانا تعميم من مديرية أمن مسلاتة مفادها تقدم والد الفتاة المخطوفة سلام مصطفى علي سويدان البالغة من العمر 9 سنوات ومقيمة بمسلاتة، حيث تقدم والد المخطوفة على ابن هنية مواليد 97 مهنته طبيب ببلاغ عن واقعة اختطاف ابنته موضوع الكتاب واقتيادها إلى مكان وجود مجهول وهي في طريقها للمنزل، وأثناء رجوعها من محل مواد غذائية بمحلة السوق من قبل أشخاص مجهولين. عليه اتخذت الإجراءات القانونية والضبطية من قبل المديرية كالآتي، حيث اسندت المهام القانونية لقسم البحث الجنائي بالمديرية بفتح محضر تحري وجمع معلومات حول الواقعة، وتم التواصل مع والد المخطوفة الذي أفاد بأنه تم إخلاء سبيل ابنته مقابل فدية مالية قدرها 115,000 دينار وهي بحالة صحية جيدة. 2. أسندت المهام الميدانية القبض لمكتب التحري والقبض بالمديرية الذي بدوره أنجز مهامه الميدانية بدرجة عالية من الحرفية، وبتاريخ 28/4 تم ضبط عدد 3 أشخاص تحديدا أمام محطة الوقود الواقعة بمنطقة سوق الثلاث بزليط، حيث يشتبه في كونهم وراء خطف الطفلة. ومن خلال التحقيق معهم بعد أن تم جلبهم لمقر المديرية اعترفوا بقيامهم بخطف الطفلة من أمام منزلها، وكان برفقتهم شخص يدعى شخص، وتم إخلاء سبيلها بعد أن استلموا مبلغ الفدية وقدرها 115,000، كما اعترفوا بوجود المبلغ الذي استلموه بحوزة شخص ثاني مقيم بمدينة مسلاتة، حيث تم ضبطه وجلبه لمديرية الأمن واعترف باستلام المبلغ ولازال بحوزته. وبتاريخ 29/4/2020 تم تكليف مكتب التحري والقبض بالمديرية بمهمة جلب المبلغ المالي بعد أن تم تحديد مكانه، وفعلا تم جلبه وقدره وبالقدر المذكور، كما تم ضبط المركبة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة والسلاح المستخدم بندقية كلاشينكوف، وتم وضع جميع المتهمين بغرفة الحبس الاحتياطي، واختار مدير نيابة مسلات الجزئية والذي استلم التحقيق وبشر في الإجراءات. والسلام عليكم.
هذه بعض النشاطات والأعمال التي يقوم بها رجال وزارة الداخلية في كافة مكوناتها من خلال الإدارات العامة الأمنية منها ومراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي والنجدة. طبعاً أحب أن أشير إلى تعليمات الوزير الأخيرة في استحداث أو إنشاء غرفة عمليات عملية البلد الآمن، اللي طبعاً فيها أكثر من إدارة أمنية، وهي للسيطرة الأمنية على المدن المحررة، سواء كانت مديريات الأمن أو الإدارة العامة في شغل دؤوب وفي بسط الأمن والسيطرة على الأوضاع الأمنية لبث روح الطمأنينة للمواطن. وإن شاء الله كل خميس حيكون فيه تفصيلي أو أشياء خاصة بالأشياء اللي تم ضبطها، سواء كانت بالتصوير أو عن طريق السوشيال ميديا. فطبعاً تم غرفة العمليات الرئيسية، هناك الملازم أول بن جامع أيمن بن جامع، وهو المكلف بالتصريحات الخاصة بهذه الغرفة.